بتعملي ايه؟ انت كنت فين؟ كنت في مشوار. النهارده يوم اجازتك؟ لا، متعز الفرصه ان رئيس صديق مسافر وان دادا سكينه مشغوله فبتزوغ. في ايه يا نظر؟ بتكلميني بالطريقه دي ليه؟ فيني مش مسموح لك، مش مسموح لك تعمل غراميات مع النزل. وعلى فكره انا عشان ما تتلخبطش انا بتكلم معاك دلوقتي بمنطلق الشغل مش من اي حاجه تانيه، عشان احنا اتفقنا ان احنا اخوات، وانا دلوقتي بقيت مقتنعه بقرار ده اكتر من الاول كمان. بس تحت اي ظرف من الظروف انا مش هسمح لك انك تقضي سهرتك في اوضه نزيله، ولا انك تسيب الشغل وقت العمل وتروح تمشي وراها وتجري وراها. طيب من فضلك ما تكلمنيش بالاسلوب ده، عشان في حاجات انت مش فاهماها وانا هشرحها لك وهتكلمك فيها في الوقت المناسب. تشرح او ما تشرحش انت حر، علاقاتك وغرامياتك ونزواتك دي حاجه ترجع لك، انت حر. بس انا هقول لك حاجه، عشان انا ما بعرفش اكدب عليك، انا مستفزه منك جدا. انا شفت انت حصل لك ايه من ساعه ما الست اللي اسمها الهام دي دخلت الاوتيل. نسيت نفسك ونسيت الدنيا وبقيت مش شايف غيرها هي. كنتش فاكراك كده، بمعنى أصح أنت ما كنتش مفهمني لك. أنت كده بتظلميني، وزي ما بقولك أنت في حاجات لسه مش فاهماها. كنت مش فاهمها، بس بعد اللي أنا شفته بعينيا هبقى غبية لو فهمت غير كده. خسارة.